أعمل لكم بشهر رمضان، سواء أنا أو الدكتور محمد أبو العسل. بإذن الله تعالى أنا اعتمدت يوم الاثنين لمراجعة الفصل الدراسي الأول الساعة 10:30. لا، هذا السبت للفصل الثاني والاثنين للفصل الأول. كيف؟ حلو صح؟ اتفقت يا التليفون قبل شوي. طيب، فإذا أنا اعتمدوا لي إن شاء الله اعتبارا من شهر رمضان، إذا أجى رمضان يوم الاثنين بيكون أول بث، الأسبوع الجاي معناته أول، إحنا بنشتغل على شهر رمضان، فاعتمدوا لي هذا اليوم إنه يوم الاثنين الساعة 10:30 مراجعة الفصل الأول، ويوم السبت الساعة 10:30 فصل ثاني. يعني راح نمشي هيك وهيك بحيث انه كل ان شاء الله طلابنا، لا اذا اجى الاثنين هذا رمضان بنبلش فيه، ما اجى رمضان بنبلش الاسبوع الجاي. كيف؟ حلو صح؟ طيب، اذا احنا راح يكون موعدين لنا في شهر رمضان، انا بدي اقف معاكم في شهر رمضان نراجع الفصل الاول ونمشي شوي الفصل الثاني. لان ضروري جدا نرجع نراجع الفصل الاول، بتصير انت هيك مش بحاجة، بتصير هيك وهيك تراجع ان شاء الله. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اليوم موضوعنا كثير مهم جدا جدا، راح نبدأ بالفصل الثاني من الوحدة السادسة اللي بيتكلم عن الدور التنموي والدور الانساني للقوات المسلحة. موضوع لازم كل امتحان يجي عليه سؤال وزارة أو سؤال يوم. طيب، كوننا احنا بنحكي عن أدوار القوات المسلحة، ننتبه شوية في ملاحظات هون، وأنا هون ما بدي أحفظك، بدي أخليك تطلع فاهم بحيث أي نقطة تيجي عندك تعرف تجاوبها. معلش خليك معي لو سمحت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا موضوعنا عن الدور التنموي وعن الدور الإنساني للقوات المسلحة، لكن قبل ما نبدأ بالدورين هذول حبي أعرفك على أدوار القوات المسلحة بشكل عام. وهذا الجدول اللي أمامكم دائما بنكتب عنده سؤال دائما متوقع طبعا، زائد هذا السؤال وزاري متكرر، ننتبه له كويس. إذا أنا بدي أتكلم عن أدوار الجيش العربي أو أدوار القوات المسلحة بشكل عام. أنا قبل ما أبدأ لازم أكون عارف إنه أنا في عندي أربع أدوار. الدور الأول عسكري، والدور الثاني قومي، والدور الثالث تنموي، والدور الرابع إنساني. إذا أنا في عندي أربع أدوار للقوات المسلحة، لازم نكون عارفينهم لأنه بيجي عليهم سؤال وزارة، والآن بعرفك كيف بيجي عليهم سؤال الوزارة. إذا أنا في عندي كم دور للقوات المسلحة؟ عندي أربعة: عسكري، قومي، تنموي، وإنساني. كمان مرة، إذا أدوار القوات المسلحة أربعة: قومي، عسكري، تنموي، وإنساني. سؤال الوزارة اللي بيجي عليه ماذا تمثل كل واحد فيهم. الآن أنا راح ينطيني المقطع هذا وأنا أجاوب أي دور فيهم. انتبه معي، أنا بدون ما أغلب حالي، مجرد ما شفت بدافع عن كلمة حدود الوطن وصد العدوان مباشرة، إذا الجواب هو دور عسكري. إذا ما يخص حدود الوطن هذا الدور دور عسكري، وأيضا صد العدوان. بالنسبة لكلمة قومي، إحنا من الفصل الأول نتكلم عن كلمة قومي وكلمة وطني. قلنا لما بدنا نحكي وطني يعني للأردن، ولما بدنا نحكي قومي يعني لكل العرب. فإذا شفت هون الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب في أزماتهم مباشرة هو قومي، إذا صار في عندي دورين. إذا شفت حدود الوطن عسكري، شفنا أشقاء عرب معناته قومي. بنيجي على الدور التنموي، دفع حركة التنمية، ونركز على هاي، يشارك في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية. ها
هذا المقطع هو اللي إجا وزارة طبعا ما حكى لك تنموي للتنمية، هو مش أغبياء يعني لهالطريقة إنهم يكتبوا لك تنمية لأنها مبينة، فهم ركزوا على هذا المقطع المشاركة في تنفيذ. أنا مجرد ما شفت تنفيذ مشاريع اقتصادية وبنية تحتية وحركة تنمية إذن هو تنموي. أما الدور الإنساني يتمثل في قوات حفظ السلام، يتمثل في قوات حفظ السلام كان لها النصيب الوافر بشهادة القاصي والداني. إذن هاي الأدوار الأربعة أنا دائما بكتب عندهم سؤال متوقع دائما وسؤال وزارة متكرر، إذن بدنا نركز على هذا الجدول، نركز عليه كويس. طيب لكن في هذا الفصل ارتأى إنه يختار الاثنين من الأدوار اللي هو الدور التنموي والدور الإنساني. هذول الدورين اللي أنا بدي أشرح عليهم. أول شغلة لازم تكون عارف إنه أنا الأدوار التنموية هي 8 أدوار. إذن أول شغلة لازم أكون عارف إنه الأدوار التنموية 8 أدوار. والآن بنطيك كيف بيجي عليها سؤال الوزارة. نبدأ بهذا الدور اللي هو الدور التنموي اللي أنا وياك اتفقنا تنمية ومشاريع وبنية تحتية. الآن بدي أجي أنا على الدور التنموي، بقول لك تقوم القوات المسلحة الأردنية اللي هو الجيش العربي بدورها التنموي بالمشاركة في تخطيط العديد من المشاريع التنموية وتنفيذها. أنا هون لازم أكون عارف ما هي مجالات التنموية. أول إشي الآن اكثرهم مو بس راح تحفظهم مع الشرح، أنا في عندي أول دور القوة البشرية، فلما بدنا نقول القوة البشرية تنموي، التعليم والثقافة تنموي، الصناعي تنموي، الصحي تنموي، الزراعة والري، الإنقاذ والإخلاء، الخرائط والمساحة الجوية والبناء والتعمير. هذول الثمانية بدي تركز لي على هاي رقم 6 ودائما تكتب عندها هاي في الظروف الاستثنائية. إذا دائما الإنقاذ والإخلاء في الظروف الاستثنائية، لأنه ممكن يطرح لي سؤال يقول لي واحدة من المجالات التنموية في الظروف الاستثنائية، فأنا راح أقول له الإنقاذ والإخلاء. الإنقاذ والإخلاء إحنا راح نشرح كل واحد فيهم وورجيك كيف السؤال بيجي. الآن ما هو دور القوات المسلحة في القوة البشرية؟ حدد لهم في القوة البشرية، والقوة البشرية هو دور تنموي. الآن أنا أخوي وأخوك وابن عمي وابن عمك وابن عمك بروحوا على الجيش، صح؟ الآن شو بقول لك؟ تستوعب القوات المسلحة في مختلف تشكيلاتها مئات الآلاف من الأردنيون. الآن لو جاب لي هذا المقطع وقال لي أي دور، رح أقول له في مجال القوة البشرية. طيب الآن هذول الآلاف من الأردنيين اللي راحوا على الجيش ليش راحوا؟ لتنفيذ المهام في الحرب والسلم. إذن أنا بحكي عن القوة البشرية، إنه عندنا الجيش الأردني يستوعب مئات الآلاف من الأردنيين، ليش؟ لتنفيذ مهام الحرب والسلم. واللي بده يدخل على الجيش أكيد ما بنطهوش مسدس وبقولوا له يلا انزل، أو بارود بقولوا له انزل، لا أكيد أي واحد بنزل رح ينضم أو رح يتعلم من ينضم في صفوفها سواء ضابط أو فرد، وتدريبهم على خطط وبرامج تأسيسية متميزة. إذن بما يتعلق بالقوة البشرية رح ينطيك المعلومات هاي ويقول لك أي دور تنموي، أنا رح أقول له القوة البشرية. هيك دائما سؤال الوزارة. إذن تستوعب القوات المسلحة مئات الآلاف من الأردنيين، مئات الآلاف من الأردنيين، ليش؟ لتنفيذ مهامها في الحرب والسلم. أيضا بحكم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، اللي بدخل على الجيش رح يتعلم سواء ضابط أو فرد، ويتدرب على خطط وبرامج تأسيسية متميزة. إذن هذا بما يتعلق بالقوة البشرية. تعال أنا وياك على الدور الثاني اللي هو التعليم والثقافة. هذا ركز عليه كويس، في كم معلومة هيك
من جوا. طيب مين اللي بتقوم على التعليم والثقافة في الجيش؟ ركز كويس، مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات. كمان مرة، مين اللي بيقوم في مجال التعليم والثقافة في القوات المسلحة؟ مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات. كمان مرة، مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات. هذول شو قاعدين بيقدموا لي؟ خدمات تعليمية وتثقيفية للمجتمع. عن طريق أنا كيف بدي أعرفهم؟ أنا في عندي ثلاث كلمات ممكن تعرف لي اللي هاي تعليم وثقافة. في عندي كلمة مدارس، شفنا مدارس معناته تعليم وثقافة، شفنا تعليم جامعي معناته تعليم وثقافة، شفنا بحوث علمية تعليم وثقافة، مشروعات صناعية مشتركة معناته هاي عندي تعليم وثقافة. إذا أنا هون في عندي مفاتيح، شفنا مدارس بدون ما أفكر تعليم وثقافة، تعليم جامعي، وعندي أيضا البحوث العلمية مباشرة بقول هذا الدور تعليم وثقافة. طيب أنا لسه ما خلصت، أجينا على أول إشي، توفر التعليم المجال في المجاني في المدارس الثقافة العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة. أيضا التعليم الجامعي، الآن اللي أبوه عسكري، اللي أبوه متقاعد، اللي أبوه شهيد في مكرمة جيش بنسميها أو مكرمة أمن عام أو أي جهاز أمني، أي حدا أبوه بيقدر يحصل على هاي المكرمة ويدرس على حساب مين؟ حساب الجيش أو الأمن العام أو الدرك أو المخابرات إلى آخر ذلك. فبوفر هون التعليم الجامعي لمين؟ لأبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء اللي موجودين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. في عند النقطة الرقم 3 ركز عليها كويس، إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية المشتركة. طب مع مين مشتركة هي؟ هي راح تكون مشتركة مع الجامعات الأردنية، هاي واحد، اثنين مع المجلس الأعلى والعلوم والتكنولوجيا. إذن لما بتتشارك في البحوث العلمية والمشروعات الصناعية المشتركة راح تكون مع الجامعات الأردنية ومع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. هذا المثال ممنوع تنساه، وزارة متكرر عملوا مشروع طاقة الرياح، والله هذا تدير بالك عليه وتكتب عنده هذا سؤال مهم جدا. أنا عندي هون لما عمل الجيش مشروع طاقة الرياح اتعاونوا مع مين؟ مع الجمعية العلمية الملكية. ركز عليه كويس، هذا مهم جدا. إذا لما عملوا مشروع طاقة الرياح مع مين عملوها مشروع طاقة الرياح؟ عملوها مع الجمعية العلمية الملكية. هذا السؤال ركز عليه كويس ودير بالك عليه واكتب عنده مهم. إذا أنا صار عندي دورين تنمويين، قوة بشرية قلنا تستوعب مئات الآلاف من الأردنيين، ليش؟ لتنفيذ مهامها في السلم والحرب، وأيضا قلنا اللي بده ينضم إلها بده يتعلم وبده يتدرب خطط وبرامج تأسيسية متميزة. لكن لما قلنا هون في مجال التعليم والثقافة قلنا اللي بتقوم عليها مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات، أنا كيف بدي أميزها؟ من خلال كلمة مدارس، من خلال تعليم جامعي، من خلال بحوث علمية تمام ومشاريع صناعية مشتركة مع الجامعات الأردنية ومع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. وقلنا عملوا مشروع طاقة الرياح، ممنوع أنساه، طاقة الرياح عملوها مع الجمعية العلمية الملكية. الآن بنيجي على الدور رقم 3 اللي هو المجال الصناعي. ركز بكل كلمة موجودة عندي هون، كيف بدي أعرف إنه هذا مجال صناعي؟ اطلع، أنا في عندي هون كلمة خدمات فنية بصيانة الأجهزة، من خلال كلمة صيانة أنا بقدر أميز إنه عندي هذا المجال صناعي. خدمات فنية بميز إنه صناعي. طبعا تقديم الخدمات الفنية لصيانة الأجهزة والمعدات وين؟ في المصانع. طيب عن طريق مين؟ عن طريق المشاغل والمختبرات التي تتبع للقوات المسلحة. بالله تركز بكل كلمة فيها هاي. إذا كيف بدي أعرف إنها مجال صناعي؟ إذا تقدم خدمات إيش؟ فنية
لصيانة إيش؟ الأجهزة والمعدات اللي موجودة وين في المصانع؟ طبعا عن طريق مين بتكون؟ راح تكون عن طريق المشاغل والمختبرات التابعة للقوات المسلحة. أنا بقدر أميزها من خلال كلمة مصانع. الجيش عنده مصانع، زي مصنع إيش؟ الإدهانات، الأكسجين والأثاث. ممكن يجي عليه سؤال، واحدة من الآتية تعد من مصانع القوات المسلحة، يعطيني أمثلة، اتذكر إنه دهان وأكسجين وأثاث. طبعا شاركت في المعارض الصناعية برضه، أنا من خلال كلمة معارض يعني صار عندي هون خدمات فنية كمثال، مصانع معارض. هي شاركت في المعارض الصناعية داخل الأردن مثل معرض أديكس وسوفكس. إذا هذول مهمات دير بالك عليها. إذا هذا السؤال ركز عليه كويس. أيضا بعطيك هون وأنت بك تجاوب، هل هي صناعي ولا صحي ولا زراعي إلى آخر ذلك. الآن أنا عندي المجال الصحي الرابع. أي حدا بتلاقي أبوه عسكري أو أبوه متقاعد أو أبوه شهيد دائما معاه تأمين صحي عسكري، صح؟ بروحوا على المدينة الطبية، بروحوا على أي مستشفى عسكري داخل المحافظة. الآن بالنسبة للمجال الصحي، تقدم الرعاية الطبية عن طريق مين؟ هاي تركز عليها كثير، مديرية الخدمات الطبية الملكية، هاي مهمة. طبعا هذا الموضوع إن شاء الله بالوحدة الثامنة رح ندخل فيه يعني نتناقش فيه بصورة أكبر. إذا يسهم الجيش العربي في تقديم الرعاية الطبية عن طريق مين؟ مديرية الخدمات الطبية، أو نقول هيك اختصرها الخدمات الطبية الملكية، خلصنا. طبعا بقول لك كون هاي خلي بعدين، هذا تعالج عدد كبير من سكان المملكة والرعاية من الدول العربية الشقيقة في مستشفيات الخدمات الطبية. انطاني أمثلة زي مدينة الحسين الطبية، وأعطاني مستشفيات عسكرية منتشرة. هذا الموضوع أنا بدي تركز فقط هون. إذا عن طريق مين بيقدموا الخدمات؟ عن طريق مين؟ الخدمات الطبية الملكية. طيب منيجي على المجال الزراعي وهو المجال الخامس، هذا انتبه عليه لجيل 2006، هذول انتبهوا لي عليه السؤال معلش. منيجي على المجال الزراعي، تعمل القوات المسلحة على تنفيذ ودعم العديد من المشاريع سواء زراعية أو مائية. عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ هذا مهم انتبهوا له كويس، عن طريق سلاح الهندسة الملكي. أمانة هاي تركزوا عليها كويس. إذا الآن بالنسبة للمجال الزراعي في القوات المسلحة دائما يكون عن طريق مين؟ سلاح الهندسة، اكتبها هون على دوسية القناديل مش على البيان، على القناديل، سلاح الهندسة الملكي. طيب أنا هون كيف بدي أميز إنه مجال زراعي؟ انتبه معي سهل كثير. إذا بشوف كلمة سدود ترابية، مش سدود لحالها، سدود ترابية مش سدود لحالها، إذا سدود لحالها غلط بتصير بناء وتعمير، لأنه إذا قال لي سدود ترابية مجال زراعي، سدود لحالها بناء وتعمير، انتبهوا لها. إنشاء سدود ترابية وين؟ في البادية الأردنية، وهاي مبينة بصرح الأراضي الزراعية، وهاي مبينة بشق الطرق الزراعية. إذا أنا هون شو بدي أعرف في المجال الزراعي؟ عن طريق مين؟ عن طريق سلاح الهندسة الملكي، انتبهوا لها كويس هاي. طبعا كيف بدي أميز بيناتهم؟ إذا شفنا سدود ترابية معناته زراعي، شفنا استصلاح الأراضي الزراعية زراعي، شفنا شق الطرق الزراعية معناته زراعي. إذا هون السؤال بيجينا بالطريقة هاي. في مجال الإنقاذ والإخلاء، ركز معاي في مجال الإنقاذ والإخلاء، ودائما هاي انتبه لها، أنه دائما هاي فقط في الظروف الاستثنائية، في الظروف الاستثنائية. طبعا ليش في الظروف الاستثنائية؟ لأنه هاي الإنقاذ والإخلاء هي من مهام خلنا نحكي الدفاع المدني، لكن إذا اضطر الوضع بتدخلوا، شافوا أنه الأمور صارت صعبة كثير بتدخلوا. إذن الإنقاذ والإخلاء انتبه لي دائما هي بتكون دائما في الظروف الاستثنائية، ركز عليها كويس، إذن في الظروف الاستثنائية. طيب كيف بدي أعرفها؟ بقول لك
لما يصير في عندنا ثلج بتدخلوا مثلا الدفاع المدني لحاله مش قادر، فنقول فتح الطرق بإزالة الإنقاذ والثلوج وإخلائها من الآليات. الثاني لما يصير في عندي غرق البحث والتحري والإنقاذ في حالات الغرق، وانتبه وركز هون انه في حالات الغرق مين اللي بتدخل؟ القوة البحرية الملكية، مهمة جدا. اذا هاي مهمة جدا. اذا في الانقاذ والاخلاء هي تصير في الظروف الاستثنائية. طب انا كيف بدي اعرف فتح الطرق بازالة الثلوج والانقاذ واخلائها من الاليات، وفي حالة البحث والتحري في الغرق مين اللي بتدخل؟ القوة البحرية الملكية. هاي ركز عليها كويس. فيما يتعلق في مجال الخرائط والمساحة الجوية، في مجال الخرائط والمساحة الجوية مين المسؤول هون؟ انتبه انه المركز الجغرافي الملكي، اكتب عندها مهمة جدا. سؤاله هون شو اللي راح يتسألني فيه؟ من هي الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات؟ أكيد المركز الجغرافي الملكي كتعريف، أجت وزارة وانت قولها كويس. منيجي على آخر دور تنموي اللي هو البناء والتعمير. البناء والتعمير ركز لي عليها كويس. الآن احنا في عندنا مباني حكومية صح؟ أي مبنى حكومي مين اللي بيبني؟ القوات المسلحة صح؟ المهندسين اللي هو في مجال البناء والتعمير، مثل جامعة آل البيت، إنشاء المباني السكنية لمنتسبي القوات المسلحة. يعني أحيانا بيبنوا لمنتسبين، أحيانا زي الزرقة مثلا فيها إيش شو بسموه، هي الزرقة مش في منطقة عسكرية بسكنوا فيها العساكر أو المتقاعدين العسكريين، شو اسمها؟ هي مجمعات سكنية خلنا نحكي للي كانوا في الجيش أو اللي لساتهم في الجيش. يعني إنشاء المباني السكنية لمنتسبي القوات المسلحة. أيضا أي عسكري بده يبني دار محوش مصاري مباشرة شو بروح بأخذ؟ طرد قروض إسكانية للمنتسبين. وآخر إشي إقامة السدود. لاحظ أنه أنا في عندي هون بما يتعلق بإقامة السدود، إذا قال لي سدود ترابية والله يتركز عليها كويس، ما بعرف إذا حاطين هون فراغ أكتب، لا مش حاطين. إذا قال لي هون سدود ترابية بتكون للزراعة، إذا قال لي سدود لحالها لمين بتكون؟ بتكون للبناء والتعمير. هاي لازم نميز بيناتهم. تمام يا جماعة؟ ركزوا. أنا شوي معلش حكوا علي بس أنا شوي اليوم تعبان والله، فاعذروني شوي. طيب إذن هاي الأدوار التنموية اللي موجودة واللي مطلوبة منكم. هذا الموضوع لازم تهتموا فيه كويس وديروا بالكم عليه، ومهم جدا جدا. طيب طلابي أنا بدي أرجع أذكركم، والله بثوث هب العسل متى راح تكون كمان بما يتعلق في هب العسل ثلاثة صح؟ دقيقة خلنا نكتب لهم شو هذا. دقيقة والكو وين هاي؟ إذا أنا وياكو إن شاء الله اعتمدنا إنه راح يكون يوم السبت مراجعة فصل ثاني، طبعا راح يكون الساعة 10:30. في شهر رمضان يوم الاثنين مراجعة فصل أول، طبعا نفس الشيء الساعة 10:30. تمام يا جماعة؟ ربي يوفقكم وخلوا دائما معاكم. طبعا الدكتور أبو العسل كيف برنامجه؟ ما هو ها؟ ما قالوا برنامجه.
ايضا الدكتور محمد ابو العسل، انا والله ما انتبهتش لان صار لي كم يوم معجوب، راح ان شاء الله بتوقع يوم الثلاثاء، اتوقع هيك اتوقع. الله يكون تفوت على صفحته والله اذا سمحت. خليكم شوي يا جماعه. يا جماعة خلوا معاكم طبعا بنك الأسئلة ضروري جدا، سواء الفصل الأول أو الفصل الثاني، الاثنين متوفرات في المكتبات، ضروري جدا يكون معاك. كان تقريبا الفصل هذول الاثنين فيهن 1500 سؤال. في معك الدكتور أبو العسل؟ طيب، على أي حال تابعوا على صفحة الدكتور محمد أبو العسل. بكرة الثلاثة هو؟ بكرة إيش هذا؟ بكرة الأحد بس الدكتور؟ بكرة إن شاء الله في بث للدكتور محمد أبو العسل، راح يكون الساعة 8، ما ببين عشان رمضان هو إن شاء الله. أنا والدكتور عاملين لكم خطة يعني كويس إن شاء الله، واعذرون اليوم أنا تعبان والله حقوا علي. فإن شاء الله راح نكون معكم طبعا في شهر رمضان، في شغلات كثيرة راح تطلع. راجعوا، خلي معك دوسية القناديل، خلي معك دوسية البيان للتربية الإسلامية سواء علوم أو دراسات. وزي ما قلنا لكم أي حدا حاب يختم على خطتنا نفس الشيء، بإمكانك تحصل على عرض البطاقة. يعني أي حدا حاب يختم معنا خلال شهر رمضان سواء معي أو مع الدكتور محمد أبو العسل خطة ختم شهر رمضان على البطاقة، بإمكانكم عن طريق الرقم هذا اللي هو 0786015139. عن طريق الواتساب بإمكانك تطلب بطاقة سواء التربية الإسلامية أو الدراسات أو التاريخ. طبعا سعر البطاقة ما شامل التوصيل مع الدوسيات مع الباكج 27.5 دينار، واصل لباب بيتك للفصلين. ربي يوفقكم إن شاء الله طلابنا ويعطيكم العافية. اعملوا سكرين للرقم سواء للتربية الإسلامية أو التاريخ واطلب البطاقة منه، لأنه إحنا راح نحط خطة كاملة لشهر رمضان المبارك بحيث أن الطالب يختم على البطاقة. ربي يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.